الأغلبية ديال الناس كيعرفوا غير رقم 19 الأمن و177 الدرك الملكي و15 الوقاية المدنية، وراه دايرة لكم الوزارة 46 46 لأي واحد شاف شي تهور ديال شي شاحنة ولا مول الكار ولا هادي يعيط عليهم، راه غياخذوا معاه الإجراءات. أي واحد شاف شي سلوك ماشي هو هذاك ولا شي تهور من صحاب الكيران أو صحاب الشاحنات يعني الحديد الكبير، راه هادشي اللي غادي نقول لكم اليوم، راه انت ولا انت راه مسؤولين على هادشي. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين. اي واحد كيشوف هاد الفيديو راه مسؤول، صراحه الله راه مسؤول على هادشي اللي غادي نناقشوا واللي كيهم جميع المغاربه. اليوم ما غاديش نهضر على اللي عنده السيارات ولا، ولكن كنهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه لاي واحد كيهمو هذا الموضوع. اليوم غادي نناقشوا كما كتشوفوا بان راه كيوقعوا بزاف ديال الكسيد صراحه الله، وانتم شفتوا مؤخرا الكسيده اللي وقعت ديال هذا الكار هذا، وبغيت نتكلم عليه بالضبط ونتكلم على الوزن الثقيل بالنسبه للناس الكيران والناس الرموكات والكاميونات. راه الوزاره دارت لاي واحد، وما تقولوش بان راه انا ما كيهمنيش اللي شاف هذا الفيديو يقول انا ما كيهمنيش هذا الشيء، لا راه اي واحد كيهمو هذا الشيء. راه الوزاره دارت واحد الرقم باش الا شفنا شي تصرف من شي سائق ديال الشاحنه اولا كيتهور اولا كيضوب الخط متصل اولا شي شاحنه هازه شي وزن اللي غير مسموح به، كنشوفوه بان راه غادي يعرض راسه ويعرض الاخرين للخطر عليه غير يبلغ على هذا السائق هذا. هذا الرقم الاخوان راه الا شفتي شي حاجه ماشي هي هذيك ممكن انك تتصل 46 46، راه دارته وبالمجان، يعني ما تقولش بان راه غادي يعيطوا بالفلوس ولا راه بالمجان، عيط 46 46 وهذاك مول الكاميو ولا ذاك مول الرموك ولا مول الكار راه غادي يوقفوه في اقرب براج. وحتى الناس اللي كيكونوا راكبين في الكيران عافاكم، وهذه وصايا خذوها مني، الناس اللي كيكونوا جالسين في الكار او لا مسافرين، الا شفتوا ذاك السائق هذاك الا شفتوه كيتهور وكيدوب في خط متصل وكيمشي بواحد الصوره عليه هي زايده عليك انك تبلغ به، ما فيها باس، ما تقولوش اودي راه هذا برقاق ولا لا ماشي برقاق، حنا حتى كتوقع واحد الحادثه وكيموتوا فيها الناس وانتم كتشوفوا الناس كيفاش كيموتوا، عاده كنقولوا التهور ديال السائق كذا، الا كان السائق متهور عليك بانك تعلم عليه ب 46 46 غادي ياخذوا معاه الاجراءات. كنتمنى من عند الله ان هذا الشيء هذا يتبارطاجا باش الناس يعرفوا هذا الرقم، راه اغلبيه ديال الناس كيعرفوا غير رقم 19 الامن و177 الدرك الملكي و15 الوقايه المدنيه، وراه دايره لكم الوزاره 46 46 لاي واحد شاف شي تهور ديال شي شاحنه ولا مول الكار ولا هذه يعيط عليهم، راه غياخذوا معاه الاجراءات باش حتى النسبه للاخوان ديال الحوادث الله يحفظنا ويحفظ وليداتكم تنقاس في المغرب. بارطاجيو الفيديو وطاقيو العائلات ديالكم يعرفوا هذا الرقم هذا بان راه عنده فعاليه مزيانه، وراه كياخذوا الاجراءات، راه تعيط تكون على يقين راه تكون في ذاك الكار غادي يوقفوه وغياخذوا معاه السرعه اللي كان غادي بها ويقيدوا له المخالفه باش يتزيروا حتى ذوك السائقين اللي هما متهورين يتزيروا باش ما باقيش نشوفوا الحالات بحال هذو. كنتمنى من عند الله تكونوا فهمتوا ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.